في دراسة أعدها معهد الإدارة العامة بيبا حول أثر جائحة كورونا على مستوى أداء موظفي القطاع العام استهدفت 3000 موظف حكومي، وجد أن 58% من موظفي القطاع العام يرون أن إنتاجية الموظفين ارتفعت خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى العديد من النتائج التي أثبتت نجاح البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية في تأهيل الكوادر الوطنية لإدارة منظومة العمل الإداري في ظل الأزمة الحالية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور رائد بن شمس، المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا. مساء الخير دكتور، ولو تحدثنا عن البرنامج الوطني وكيف استطعتم من خلاله تأهيل القيادات الحكومية للتعامل مع الأزمة الحالية. مسيكم بالخير، يعطيكم الصحة والعافية. البرنامج الوطني أثبت نجاحه لأن من الأصل هو مصمم ليكون للبحرينيين على أيدي بحرينية، مصمم أنه هو يكون مهني مباشر للعمل في المجال الحكومي. المخرجات تصير وتصب مباشرة في الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية. فمثال على ذلك، خلال فترة 2020 أكثر من 65 مشروع تم إنشاؤهم من خلال البرنامج وتم تحقيقهم من خلال البرنامج. فالهدف منه مو فقط هو تطوير القيادات من الناحية العلمية، وإنما تزويدهم بالآليات والمنهجيات والعلوم المهنية المباشرة اللي تصب في أرض الواقع. لذلك من ضمن الأمور الأساسية هو كيفية التعامل مع التحديات المستقبلية، والمسألة شلون يحطون لها حلول مبتكرة واللي على أساس يقدرون يتحركون. نعم. باستقلاليتهم يقدرون يتحركون كذلك بالأفكار من خلال التشبيك اللي موجود عندهم بينهم بين بعض. نعم دكتور رائد، تظهر الدراسة أيضا وجود علاقة إيجابية ما بين منهجية التدريب المتبعة ومستوى الأداء الشخصي للموظفين، لو تحدثنا أكثر عن ذلك. تقريبا أكثر من 65% من خريجي البرنامج استخدموا الآليات اللي تم تقديمها في خلال البرنامج، سواء بينهم بين بعض كفرق عمل في داخل البرنامج أو بينهم وبين فرق العمل اللي عندهم في الوزارات. في الدراسة كذلك بينت أن أكثر يعني 75% من الخريجين تقدموا بمبادرات ومشاريع حكومية مبتكرة خلال فترة الأزمة اللي تساعد وساهمت في رفع المستوى بشكل عام. أكثر من 70% من فرق العمل صار بينهم وبين بعض تكامل لتحقيق النتائج. مرة ثانية هذه ما يصير إلا من خلال التشبيك اللي أصلا خلينا بأوامر وتوجيهات واضحة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء، إن نركز على هذا التشبيك اللي ممكن يخلق بدل من المجموع يخلق من أكبر بكثير من الأعداد اللي موجودة. نعم. من الخريجين تعاملوا كذلك بشكل فعال، فوق 70% تعاملوا بشكل فعال مع طبيب الخدمات التغييرات اللي صارت خلال فترة الجائحة. ولذلك نشوف الخطط اللي صارت خلال فترة الجائحة تغيرت خلال الفترة الزمنية القصيرة، لكن اللي قدرتهم على التفكير. نعم. المستقبلي والتفكير اسمه فوق 60% من الخطط تغيرت على هاي الأساس. نعم، سعادة الدكتور رائد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبا، شكرا جزيلا لك.